فاضل 30 ثانية؟ لا صوت استنى اسكندرانية وفاضل 30 ثانية وما بتعرفيش تقومي وزمان ال 30 ثانية بقى 10 ثواني وزمان الجرس هيرن ما ترن رن بقى ده على فكرة دي أطول 30 ثانية في التاريخ طبعا 10 ثواني أطول 10 ثواني في الدنيا بقى جايين ما بحبش التوتر ده استنى طب في يمكن حاجة هنا عندك وأنا مش شايفة ربما اتفضل افتحي كان في كرة سكواش صغيرة جدا جدا فينها؟ هناك جنب عين الجمل في طبق كده في عين جمل وكرة سكواش ارجعي ايوه ايوه في لا 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 عند بتوع الزرق دول شايفه الازايز الزرقاء زيكو دول تحتيهم بقى في كده اشيك اب اه لقيناه يا سلام وش عرفني بقى يا سلام ولا باينه اساسا ولا باين ان هي كره سكواش طب ما انت شفتيها وعرفتي انها كره سكواش دلوقتي اهو ايوه لما انت قلت ايوه يعني عرفتي شكلها يعني زيتونه كبيره اصلا هي مش باينه بس طب قول ايه تاني وفي كوره ريشه موجوده هناك جنب المنشار ده وقعدتي تعدي عليها واقول لك قربتي عند الاخضر ده عند الخرشوف شايفه علب الخرشوف دي اه شايفه بقى كره الريشه طب كره الريشه دي يعني ايه كره ريشه كره ريشه في كوره اسمها كره ايوه دي كره ريشه هو فعلا اجيال قبلك هي اللي كانت بتلعب بيها لان انا يا دوبك اوعى عليها بالعافيه ما قلناش عليها دي في رياضه اسمها كره ريشه لو بتتفرجي على الاولمبياد مش بتفرج مش ما كنتش هتلاقيها حتى لو بتفرج بس برافو يعني تقريبا 8 من 10 وده انجاز مهم في الاربع دقايق دي انت بتزعلي جدا لما تخسري يعني تصدق مش في اللعب العادية بس أنا بتضايق لما تبقى حاجة سهلة ومعرفش أعملها طب على فكرة أنت في احتمال تتضايقي دلوقتي لأننا هنلعب اللعبة التانية وسهلة طب ولازم تعرفي تعمليها هيجيلك أوردر دليفري خلاص الزبون هيطلب شوية طلبات فحضرتك عليكي أنك تحضريهم في الباسكت ده في أربع دقايق هيبتدوا يا دي الأربع دقايق اللي بقى هيبتدوا أول ما تقولي ألو لما يرن الجرس طبعا بتاع التليفون دلوقتي يتصل الزبون وهيروح مننا فين بتحبي الجزمه مربط اكتر ولا من غير رباط لا من غير اشمعنى علشان انا مش شخصيه كاجوال شخصيه فورمال اكتر اوكي اربع دقايق الو ايوه صباح الخير صباح النور قصدي مساء الخير خلص يعني مش ايوه حضرتك عارف زيكو دي ولا ايه ايوه عنينا ايوه اتفضل امال فين زيكو معلش هو بيستحمى استحمى ايه ده ايه الصوت ده يلا يعني ايه بصي طبعا انا لسه امر حضرتك ويعني قول لي انا الاوردر وانا هجيبه لك الامر لله انا لسه صاحي ومش شايف قدامي ونفسي افطر لا صح النوم لا سلامتك الله يخليك عندك بيض اه طب هاتي لي خمس بيضات ايوه وعلبتين سوسيس اه عشان نعمل بيض بالسوسيس ماشي اه حلو ده اه وكيس عيش اه عندكوا عيش حلو طب وهاتي ازازه عصير برتقال كبير مين عصير برتقال 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 علبه واحده علبة بس تكون كبيرة عشان اشرب براحة وخمس بيضات بس بسرعة قطة والنبي قطة ماشي ماشي وكيس عيش وكيس عيش انت سمعيني ولا ايه لا سهلا لا ما فيش حاجة طيب السلام عليكم عليكم السلام عليكم.